السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بمتابعينا من كل مكان في فيديو جديد. ان شاء الله هنعمل النهاردة كشك الفول، هيعجبكم ان شاء الله وهتشوفوه، ويبقى طريقته سهلة وبسيطة. انا معايا هنا ده نص كيلو من الفول المدشوش، ده بيبقى شكله بنجيبه من عند العطار او من عند بتاع البقوليات. طبعا ده مغسول ومتصفي كويس. هضيف عليه 6 فصوص ثوم، صحيح 6 من فصوص الثوم الصحيح، وبصلتين كبار هقطعهم 4 ارباع، اي تقطيع يعني. اهو البصلة، وادي البصلة التانية، وهضيف نص معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، ونص معلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة من الملح. ودلوقتي هضيف عليه المية المغلية. مقدار المية ان انا هغطي الفول ويكون المية زيادة عليه مقدار عقلتين من عقلة الصباع. اهو بالشكل ده. دلوقتي هرفعه على النار لغايه لما الفول معايا حبيته تستوي خالص وتنهري. دلوقتي عبال ما الفول يستوي هعمل الصلصه اللي انا هضيفها للكشك الفول. بجيب عندي حله وبحط فيها معلقه من السمنه، وبحط كده معلقه كبيره من الثوم المفروم، وبفضل ان انا احمرها، والثوم على طول معاه كزبره ناشفه، وهحمره بس مش هخليه يغمق عشان ما يمررش معايا، يبقى يكون لونه اصفر ذهبي كده فاتح. واول ما يصفر معايا انا هنزل عليه دلوقتي بنص لتر من عصير الطماطم، وهضيف ملح وكمون وكزبره ناشفه، نفس اللي انا طعمت بيه الفول هطعم بيه الصلصه، وهسيبها تتسبك. دلوقتي الفول اهو، الفول بتاع كشك الفول استوى معايا، انا مسكت حبايه ولقيتها استوت خلاص. لو انت عندك هاند بلندر هتضربي بيه وهو في الحله وهو سخن عادي، وما عندكيش استني ما يبرد تماما ثم نخلطه في الخلاط. اهو ده كده الفول بعد ما ضربته في الخلاط، رجعته تاني على النار. دلوقتي بقى انا هضيف له الصلصه بعد ما اتسبكت اللي احنا عملناها بالثوم والطماطم. اهو قلبته كويس، لو طلع خفيف منك ممكن ان انت تجيبي معلقتين من الدقيق وتدوبيهم شويه ميه وتنزلي بيهم، لو طلع تقيل ممكن تخففيه بشويه ميه، بس انا كده قوامه حلو لانه لسه بعد ما بيتغرف بيتقل، يعني هو بعد ما بيبرد بيتقل معايا، فده كده قوامه كويس. ممكن اضيف بقى جواه ده بصل محمر، هضيف شويه كده جواه واقلبهم. هغرفه دلوقتي واحط على وشه بصل محمر. اهو غرفته في الطبق، دلوقتي هجمله بالبصل المحمر. بقطع البصل ده بقطعة البطاطس وبرقيه جدا وبحمره، زي اللي هو ده بصل الورد او جوليان، مقرمش جدا وجميل. جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. وما تنسوش تعملنا لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعاع الامل وفي رحلتي لعمري الف اعتبار يدلك قبل بلوغ الاجل، يطول الطريق ويمضي الصديق ولا شيء يبقى كحسن العمل.